ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا وبركاته. ريت ازي حضرتك وصلتني؟ بعد إذن حضرتك يعني إيه أخفضي صوت التلفزيون. حاضر ماشي. اتفضلي يا أستاذة ازي سلمى. حضرتك؟ ازي الله حضرتك؟ يسترك، الله يسترك يا بنتي. حضرتك بتتكلم عن الوفاء في زمن الأوفياء. طيب بالنسبة ان احنا دلوقتي الزمن دلوقتي بقى صعب جدا، وان القريبين لينا بقى هم اكتر ناس بيؤذونا، فاحنا ازاي نتعامل مع الناس دي في حياتنا؟ حاضر يا شيماء، لك سؤال آخر. عايزة انا كان فرحي متحدد، وكنت مخطوبة لابن خالتي، وابن خالتي كان المفروض فرحي 15/8، والدته خليته يسيبني قبل الفرح بشهر من غير سبب. حاضر، فاحنا دلوقتي زعلانين منها بسبب اللي حصل، وفي نفس الوقت مش عايزين نقاطعها عشان حرام، عشان صلة الرحم. حاضر، فنتصرف ازاي في الحالة دي يا شيخ؟ حاضر، أجيبك إن شاء الله يا شيماء. حاضر، شكرا، جزاك الله خيرا يا شيخ، شكرا ربنا جدا. يسترك يا بنتي ويسعدك يا رب، أنت والمشاهدين الكرام. سبحان الله، الأقربون يعني تشتكي شيماء وتقول هم من يؤذوننا، هم من يصدرون إلينا الحزن والهم والكرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كانت مخطوبة لابن خالتها، وخالتها أمرت ابنها أن هو يسيبها لعله خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن شاء الله يا شيماء يعني أكثر من الدعوات، وأكثر من الاستغفار، وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله ستخلفين بأفضل منه إن شاء الله. قولي: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وإن شاء الله ستسعدين في الدنيا والآخرة أنت وبنات المسلمين إن شاء الله.